بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. شاهي إن شاء الله تعالى نبدأ بالدور المكثفة على برامج الليبرا أوفيس. تمام، طبعا الاسم بالبداية ليبرا أوفيس، لايبر أوفيس خطأ، نظرا لأن ليبرا جاي من كلمة ليبرتي اللي هي الحرية، فليبرا أوفيس معناته سطح المكتب الحر. انتهينا من هذه الفكرة، تمام، معناته ليبرا أوفيس. أوكي، ليبرا أوفيس عبارة عن برنامج فيه أدوات مكتبية كثيرة أو برامج مكتبية كثيرة. إمبرس زي ما أنتم شايفين عندكم هنا، طبعا هذا الموقع الرسمي إمبرس، زي الباوربوينت، تمام، طبعا راح أقول باوربوينت للأسف لأنه مشهور وتعرفونه، كالك بدل إكسل، رايتر بدل وورد، بيس بدل الأكسس، تمام، وفي عندك الماث ما أدري إذا عندهم مثله، وفي عندك درو، تمام، طبعا درو ما عندهم مثله. الماث خاص بالعمليات الرياضية والشغلات حقت الرياضيات، والدرو خاص بالرسوم والشغلات هذه. طيب، هنا عبارة عن 6 برامج مكتبية، أوكي؟ البرامج هذه متوفرة بشكل مجاني، أوكي؟ البرامج طبعاً حرة، هذا يعني إنه تحترم خصوصية المستخدم، ما تطلع بدون إذنك على أي شيء، تمام؟ أساساً هي ما تطلع على شيء، أوكي؟ هذه هي الفكرة من ليبرا أوفيس. طبعاً الموقع الرسمي زي ما شايفينه هنا libreoffice.org، في تحت رابط أبيكم تشوفونه، وهو تكلمت قبل بإسهاب تقريباً ما بين ليبرا أوفيس ومايكروسوفت أوفيس. تحت لازم تشوفونه قبل ما نتكلم عن هذه الدورة. أيضا الدورة هذه راح تكون في مجال دعم كبير لها في منتدى الدعم الفني، طبعا اللي هو تابع لعرب جنو لينكس، سويت قبل شوي، تمام، اللي هو دعم البرامج المكتبية والاستخدامات المكتبية، قسم هنا الفائدة منه أنه إذا أنت متابع معي بالدورة، تمام، ادخل هنا. طبعا في أكثر من شخص مشكورين بالمنتدى هنا، حسين، حيدر، صالح، تمام، أيضا داخل معنا واحد جديد، بنشوف شو موضوع هون، طبعا هو قاعد يشوف الفيديو الحين. طيب فادخل هنا، قلنا عندي مشكله فلانيه راح نساعدك ان شاء الله. بالنسبه لي الاستخدامات المكتبيه او الليبرا اوفيس طبعا راح يعطيك مجال كبير جدا، تمام، ممكن تحصل عليه باكثر نظام تشغيل، اوكي. انا تكلمت سابقا عنه بس ما تعمقت بحيث اني اعطيته زي ما تقول حقيته، كنت في البدايه اخذت عنه فر سريع بحيث ان المستخدم اللي يعني يحب الطقطقه ممكن يمشي، لكن انا راح اسهب ان شاء الله تعالى بالدوره هذه بتطول، والله ما ادري متى بتقعد، تمام، بحيث انه ناخذ كل جوانب الليبرا اوفيس. الليبرا اوفيس متوفر لاكثر من نظام تشغيل زي ما قلت لكم، ممكن تحصل عليه من هنا، ضغط على داونلود ليبرا اوفيس ناو، اوكي. خلونا ناخذ هذا هنا. طبعا زي ما انتم شايفين اذا كنت مستخدم الجنو لينكس لا تحمل من هنا، راح اوريك كيف تحمل، لكن اذا كنت تستخدم ويندوز مثلا فوين راح تستخدم الويندوز زي ما انتم شايفين هنا تشينج او اس، ممكن تاخذ الويندوز، ممكن تاخذ لي الماك او اس، طبعا ويندوز من هنا مين انستولر، ممكن تاخذ تورنت او مباشر، وطريقة الويندوز المعتادة نيكست 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 لما تخلص، تمام. بعد ما تحمله وين تحصله؟ طبعا في التوزيعات الثانية زي مثلا توزيعات الديبيانية بونتو لينكس مينت وغيره، تمام. طريقة الحصول عليه سهلة جدا، عموما هو يجي مع كل التوزيعات لا تخافون. لما اقول كل التوزيعات اقصد التوزيعات العامة، فاذا حاب تثبته مو عندك هو انت تستخدم توزيعه في ابت كيت، اكتب سودو ابت كيت انستول ليبرا اوفيس، راح تجيك الحزمة كاملة بلاش، تمام. اذا كنت حاب والله تحمل اوفيس، تمام، اذا كنت والله حاب تحمل شيء واحد فقط من البرامج هذه، وهذه ميزه انه انا ما بحاب احمل الا الرايتر لاني اكتب كثير، ما ابي احمل الكالك، فممكن اكتب رايتر هنا، اوكي، ليبر اوفيس رايتر. طبعا هذا بالنسبه لي التوزيعات الديبيانيه، لكن توزيعات مبيعه الارش باكمان اس ليبرا اوفيس، ونفس الطريقه ممكن تحط رايتر هنا يجيب لك الرايتر. بالنسبه لي الفيدورا واي يو ام، والفيدورا جاي معه انستول ليبرا اوفيس، لكن على قولتهم احتياطا ممكن يكون غير موجود، تمام. الزوزه وايضا الزوزه جاي معه زبر انستول ليبرا اوفيس، ونفس الطريقه رايتر لو حاب تنزل رايتر لحاله. هذا بالنسبه لطريقه التثبيت. بعد التثبيت وين تحصل البرامج؟ البرامج تحصلهم غالبا موجوده مع البرامج المكتبيه، ولكن حسب واجهتك راح اوريكم توزيعه مثل توزيعات لينكس مينت، تمام. لينكس مينت عفوا الرقم السري خطا، يلا لينكس مينت موجود هنا منيو اوفيس، اوكي، تحصل الطقم جاي كامل. بالنسبه لي التوزيعات الثانيه على حسب الواجهه طبعا، لكن كله موجود مع ذي. لو شفنا مثلا ديبيان ابلكيشنز اوفيس، كله بتروح وتجي انت على الاوفيس، طبعا كله على حسب الواجهه. فالكي دي اي برضو ضمن برامج الاوفيس وغيره. واحد شاي وخلص شاي. طيب كيف نقدر نفتح البرنامج؟ بسيطه جدا، ما عليك الا انك تروح البرامج اللي عندك وتفتحها. مثال هذه لينكس مينت، اوكي،
طبعا ما راح يصلح على توزيعه الحاليه لان الشاشه كبيره وقصه طويله، لكن تفتحه من هنا اوفيس، ايش حاب تفتح رايتر، افتح الرايتر من هنا ضغطه واحده. طبعا الستار هذه ممكن تكون اقدم شوي تمام لانه نزل ستار، لكن ما في مشكله، ما في فرق كبير بالشكل. طبعا هذا هو فتحناه، والحين هذا الرايتر اوكي، وهذه الاعدادات. هذا الدرس عباره عن اطلاع فقط كيفيه التحميل وكيف نوصل لهم. بنمشي ان شاء الله واحده واحده، بنعربهم ونشوف طريقه التعريب، طريقه دعم اللغه العربيه، المحاذاه، كل شيء ان شاء الله تعالى. نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي، في امان الله.